البارحة فجعت توانسة في وفاة شحرور الثورة التونسية الراحل خالد الفالحي الذي عرفه توانسة بعد الثورة بمحلى القعدة على المية ومحلى الربيع. نشوفه تكريما لروحه الله يرحمه خالد الفالحي أصيل رقابة أصيل سيدي أبو زيد، مقطع من أغنيته المشهورة وعودة لنختم هذه الحلقة إن شاء الله. محلى القعدة على المية ومحلى الربيع، محلى القعدة على المية ومحلى الربيع، محلى الثورة التونسية تضم الجميع، محلى الثورة التونسية تضم الجميع، محلى القعدة على المية ومحلى الربيع، محلى القعدة على المية ومحلى الربيع، محلى الثورة التونسية تضم الجميع، محلى الثورة التونسية تضم الجميع. راجع راجع يا بلادي عبر الجبال، راجع راجع يا بلادي عبر الجبال، راجع راجع يا بلادي عبر الجبال، راجع راجع يا بلادي عبر الجبال. وانت تلاقى اندادي عالساحة رجال، وانت تلاقى اندادي عالساحة رجال، وانت تلاقى اندادي عالساحة رجال، وانت تلاقى اندادي عالساحة رجال. راجع راجع يا بلادي عبر الحدود، راجع راجع يا بلادي عبر الحدود، وانت تلاقى اندادي عالساحة سيود، وانت تلاقى اندادي عالساحة سيود. راجع راجع يا بلادي عبر الحدود، راجع راجع يا بلادي عبر الحدود، وانت تلاقى اندادي عالساحة سيود. رحم الله الفقيد خالد الفالحي، عزائنا لعائلته في رقاب ولكل من يحلم بالثورة وكل من في قلبه ثورة. الثورة قد تكسر قد تعسر قد تقصف، لكن صعب جدا أن تقتلع من جذورها. نذكر أن خالد الفالحي رحل توفاه الأجل في إثر حادث مرور أليم البارحة في جهة المحرسة قد جهة صفاقس، الله يرحمه مرة أخرى. الحرية لزميلنا الصحفي صالح عطية الذي يبيت سجينا أكثر من شهر على خلفية تصريح إعلامي. الحرية لصالح عطية. شكرا لضيفينا سمير أستاذ سمير بن عمر رئيس المؤتمر مجلس الجمهورية وزميلة الصحفية فايزة ناصر متخصصة في الشأن الاقتصادي السياسي عفوا. قال رجل الإمام الشافعي رحمه الله: أوصني فقال: إن الله قد خلقك حرا فكن كما خلقك. إلى لقاء قادم.